تهتم الدولة المصرية بتنشيط القطاع السياحي بمحافظة سيناء نظرا لمقاوماتها السياحية الكبيرة فقد قامت الدولة المصرية للحفاظ على تلك المقاومات وتنميتها برصف عدة طرق وتطوير الخدمات السياحية وإطلاق حملات للترويج السياحي تعد السياحة أحد محاور التنمية الاقتصادية الرئيسية بشمال سيناء حيث تطل المحافظة على البحر المتوسط بساحل يبلغ طوله حوالي 200 كم من بالوظا ورمان غربًا حتى رفح شرقًا، شمال سيناء تتميز بتنوع إمكانات الجذب السياحي فتوجد بها بيئه ساحليه تطل على البحر المتوسط وبحيره البردويل وبيئه صحراويه حيث الوديان والجبال والعيون الطبيعيه في وسط سيناء كما تتمتع المحافظه بمعالم وطرق تاريخيه دينيه حيث مسار العائله المقدسه وطريق الحج الاسلامي فضلا عن توافر مقومات السياحه العلاجيه كذلك تحتضن المحافظه العديد من الانشطه البيئيه وعددا من المحميات الطبيعيه ومنها محميه الاحراش والزرانيق وفي اطار حفاظ الدوله على كل هذه المقومات صدر قرار لرئيس الوزراء في عام 2015 باعتبار الأراضي المملوكة للدولة بتل أثار الفرمة وتل أثار المخزن والكنائس أرضا أثرية كذلك قامت الدولة بتطوير مسار العائلة المقدسة بشمال سيناء في عام 2021 حيث تم رصف الطريق المؤدي إلى تلك النقطة المهمة من نقاط المسار بطول أربعة كيلومترات وإنارتها وتوصيل المياه لها مع وضع مظلات لاستراحة الزائرين، كما تم إعادة تأهيل نقاط مرور العائلة المقدسة بالخدمات السياحية، وتطوير الملمح العمراني المحيط، مع عمل وسائط ترويجية للمشروع بتكلفة إجمالية بلغت نحو 120 مليون جنيه هذا وأطلقت وزارة السياحة والآثار حملة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج السياحي للمحافظة المصرية، ومنها فيديو ترويجي عن محافظة شمال سيناء يرصد ما يظهر به شمال أرض الفيروز من مقومات سياحية متنوعة